وهكذا في كل الأشياء التي وقع في التاريخ أننا استطعنا أن نقرأ القرآن وأن نفسره علميا، خلونا من هاد الناس لم يهضرين شي وحدين شي وحدين شي فقهاء ديال السكور، كل ما يبغيو شي واحد شي حاجة يخرج يدير واحد يخرج في واحد لابيست أقول الغال فلان هذاك راه يحللنا المحرمات، والو ستذهب ويذهب قولك. كاين شحال الربا، شحال ديال الناس اللي دافعوا عنه، بزاف ديال الناس اللي دافعوا على الربا. 1952 كان هناك شخص عالم كتب كتابا وسماه تفسير الهدايه والعرفان، هذاك في مصر 1952، وقال فيه اشياء حماقات. قال ان الربا ليس كله حراما الا اذا اصبح اضعافا مضاعفه، لان الله تعالى قال ولا تكون الربا اضعاف المضاعفه، اذن اضعاف المضاعفه معنى ان الضعف هو جوج، 50 تولي 100، وتكون مضاعفه اي تولي جمع، الضعف يولي ثلاثه ديال المرات، الى ولات 100 خصها تولي 300، بمعنى ان الربا لا يحرم حتى يولي 300%. فين كاين هاد 300%؟ وريها لنا نشوفها الله يخليك، في هذا البنك اللي يعطي 300%، لأنه الرجل كان يريد أن يقول شيئا فأصبح يعتصر الآيات القرآنية ليخرج، وهي ليست كذلك. الربا بطبيعته، الربا بطبيعته لو تأخذ الربا 5% مع طول المدة، خديت مثلا 5 مليون 5%، هاود العام الأول وما خلص والعام الجاوج، تعرف من الربا يولد الربا، لأن كل حاجة ما تخلصش هي اللي يوليو يحسبوها عليك على أساس أنك سلفوها لك مرة أخرى، هذيك الخمسة إلا ما خلصتهاش في العام الأول تولي بحال يسلفوا لك 10 وتخلص على 10 ماشي على 5، وإلا العام الجاي ما خلصتي على هذاك العشرة غادي يحسبوها لك حتى هي تولي تخلص على مثلا على 20. ولذلك هما دائما عندهم حساب خاص، ربما تعرفوه اللي قراوا في المدارس الأساتذة، هذا واحد يسمى دائما المركب، الحساب المركب او الكومبوزي. لذلك الناس ما يفهموش كيفاش تحسب البنك، هو قاعد في الزنقه حسابه غادي 5% وغادي راه ما، لذلك في الثالث تقعد في الثالث تقول لك نوض خرج من الدار الله يهنيك، كي درتو لها انت ما تعرفش تحسب سير في حالك. ولذلك الربا دائما مضاعف، الربا بطول وخا باي نسبه، ماشي ضروري انك تديه في 300%، غير 5% يولي لك غير رخي عليه. كاين ناس اللي داو ربا ونعسهم ما خلصوش ولا كذا مشاو في التالي داو مثلا يدي مثلا 5 مليون، جي واحد الوقت بعد اللي يطول يقول له اسيدي احنا نسالوك 100 مليون، كي درتوا لها؟ ايوا شوف انت كي درت لها اللي كنت ناعس في داركم، لان طول والربا دائما يزداد هكا. ولذلك مشكله الربا هي هذه، علاش الدول دوله مثلا اليونان شفتوا شنو وقع على المده الاخيره؟ مشات، لو كل ما شدوهاش الاوروبيين هزوها هزوها مشات، والان ما عندها شي مصداقيه، ما عندها لانها اكثرت من القروض الربويه. وكذلك وقع للناس في امريكا 2008، وقع لهم في اسبانيا، واخرج الناس من بيوتهم ومن طردوا. تعرفون ان بعض الدول كان الناس يعيشون فيها في العراء، في العراء الكل اللي عنده في امريكا اللي عنده شي مول يمشي عنده، كاين بعض يقولوا سيدي معناها يديروا كان يديروا اما ينعسوا في الحدائق، شفتوا هذا الشيء ولا ما شفتوش؟ هذا كله من بركات الربا.